وأدعو فخامة الرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الليبي لإلقاء كلمته. صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الوفود للدول المشاركة في القمة، السيدات والسادة، يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى حكومة وشعب مصر الشقيق على هذه المبادرة بالدعوة لهذا اللقاء الهام وتوفير كافة الإمكانيات لاستضافة القمة في القاهرة مدينة السلام، وأعبر عن امتناني لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وسعادتي بالتواجد بين رؤساء وفود دول جوار السودان من أجل اتخاذ موقف موحد اتجاه استمرار الصراع المسلح بين أبناء الشعب الواحد في السودان الشقيق منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وما نتج عنه من آثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة تجاوزت حدود هذا البلد الجار إلى بلداننا بدون استثناء وإن تفاوتت في حدتها من بلد إلى آخر. أصحاب الفخامة والسعادة السيدات والسادة، لقد عبرت بلادي منذ اليوم الأول لاندلاع شرارة هذه الحرب المؤسفة والموجعة عن استعدادها للانخراط والمساهمة بفاعلية في أي جهود إقليمية ودولية لإيقاف هذه الحرب وعودة أشقائنا في السودان إلى الحوار الجاد والبناء من أجل التوافق على مستقبل السودان الديمقراطي الموحد الذي يسعى إلى الاستقرار والسلام والتنمية. وقد أكدنا في كلمتنا أمام القمة العربية المعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي عن دعمنا وتأييدنا لمخرجات اجتماعها، وكذلك أن يتوحد الفرقاء السودانيين في السادس من مايو الماضي على اعتبار أنها خطوة هامة لإنهاء الصراع المسلح وعودة الاستقرار وضمان عدم المساس بوحدة السودان. وجددنا التأكيد خلالها على جاهزيتنا لبذل أقصى جهدنا من خلال كافة الآليات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة السودان الشقيق وشعبه وفي إطار تعزيز حالة السلم والأمن في الإقليم وفي أفريقيا والعالم. ولقد فتحنا الباب للاستماع لكافة وجهات النظر للأطراف السودانية وأبدينا استعدادنا لاستقبال جميع ممثلي هذه الأطراف ما دام إنهاء الإحلال والسلام ووقف جميع أنواع المواجهات المسلحة في كافة أنحاء السودان، وأن تكون تلك الجهود في إطار خلق توافق يوحد المبادرات المطروحة حول السودان بحيث تقبل وتقبل بها كل الأطراف السودانية، وما يؤدي إلى التوقف الفوري للقتال وعودة المؤسسات السودانية في ممارسة دورها لخدمة الشعب السوداني. أصحاب الفخامة والسعادة، إنما دفعنا للقاء اليوم بدعوة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط الخوف على ما سيلحق ببلداننا وشعوبنا من آثار سلبية بسبب هذه الحرب والنزاع المصاحب لها، بل مسبوقاً بالخوف على مستقبل السودان الشقيق ووحدة أراضيه وعلى شعبه وما سيلحق به من مآسي ومحن وأزمات، حيث لا يخفى عليكم تزايد عدد النازحين الذين وصل إلى ما يقارب 3 ملايين نازح ومهجر، منهم ما يقارب 700 ألف في دول الجوار، بالإضافة إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية وانعدام الكثير من الخدمات الإنسانية وتعذر الوصول
إلى القليل المتوفر منها، وكذلك انقطاع التواصل بين الكثير من المدن السودانية مما يعيق حركة المدنيين ويجعلهم محاصرين في مناطق المواجهات. إن تعداد المبادرات والجهود يجب أن يكون متركزاً على ضرورة توحيدها وفق مبادئ وأسس واضحة تصب في مصلحة السودان ومستقبله ككيان واحد مستقل ومستقر وديمقراطي، وأن تعزز الاستقرار والسلام في الإقليم. وأدعو من هنا ومن خلالكم وانطلاقاً من هذه القمة إلى تركيز جهودنا على توحيد كافة المبادرات في مسار واحد يتعامل مع أسباب الأزمة ويعالج آثارها، وذلك بتشكيل لجنة اتصال إقليمية ودولية بمبادرة من هذه القمة تتواصل مع أصحاب المبادرات الأخرى لخلق توافق دولي وإقليمي. كما أدعو إلى حشد جهودنا وكل الجهود التي بُذلت من أجل احتواء الآثار الإنسانية المترتبة على الحرب الدائرة في السودان الشقيق، بما لا يؤثر سلباً على استقرارها دول جوار السودان، وأخص بالذكر تلك التي تعاني ظروفاً أمنية وسياسية خاصة كبلد ليبيا. تقبلوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكري وتقديري على هذه المبادرة النبيلة من أجل بلدنا الثاني السودان الشقيق، التي يجب أن نسعى من أجل إنجاحها، وتوجه بالشكر كذلك والتقدير إلى أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والوفود على حرصهم على الحضور والمشاركة من أجل السودان والمنطقة وأفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.